انا اموت واعرف انتي بتقع على العرسان دول فين. يا اختي كله محصل بعضه، وهي في الاخر اشكال تعر وعيشه تقصر، العمر جاتهم ليله كلهم. بس انا حاسه من كلامك يا علا ان الراجل ده محترم جدا. محترم جدا، اهلي بيموتوا فيه، ما فيهوش عيب، ما فيهوش غلط. انا بقى مش مرتاحه، في قبيله فلان بتلعب في عبي يا جماعه، مش مرتاحه، مش عارفه ليه. انا اقول لك مش عارفه ليه، عشان هو حد محترم وانت عايزه حد بايظ عشان يبوظك وش فقر. والله لا بصراحه بقى المره دي انت فعلا مالكيش حق. انا عارفه والله يا جماعه ان انتوا معاكوا حق، الراجل محترم ومؤدب ومتدين، وشقة 5 اوض وشركة كمبيوتر ورصيد في البنك والشبكة اللي انا عايزاها. شوفي بقى لما كل الحاجات دي تبقى موجودة وانا برضو مش مرتاحة، في حاجة يا جماعة، في حاجة. ايه؟ شقة 5 اوض وشركة ورصيد؟ لا 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 علا انت لازم ترفضي. اه طبعا لازم ترفضي، ده جاي يشتريكي بفلوسه، بيتمنظر عليكي بفلوسه. احنا ايه، هنبيع نفسنا على اخر الزمن؟ لعلمك بقى مدام في حاجة هنا كده مضايقيكي مش مرتاحة، خلاص ارفضي. انا بقول كده برضو والله، بس تفتكري يا نهى؟ مش عارفة، مش عارفة، اصل اهلي مقتنعين بي قوي قوي، وانا مش عارفة اقول لهم حاجة، ما هو ما فيش حاجة ملموسة كده. ما ولا يهمك من الكلام ده كله، انت ايه هتبيع حياتك عشان جوازها سكة وعشان كلام الجيران؟ ايوه الجيران، الجيران ده في الطلعة وفي النازلة الجيران. بصي انت لازم ترفضي العريس ده، لازم ترفضيه. عارفة ليه؟ مسألة كرامة. يا سلام، صاحبتي، صاحبة، صاحبة يعني، فكر في مصلحتي قوي قوي قوي، بحبها قوي نهى. بقولك ايه، معكيش نمرة تليفونه؟ يعني قصدي نمرة تليفون الشركة. اه اصل انا بفكر اشتري كمبيوتر وقلت يعني انفعه هو اولى من الغريب. يا بابا بقى خيلتني، اتأخر قوي، تفتكر يكون غير رأيه ومش هيجي؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عبدو؟ طبعا لا، اللي زي ده لما يوعد عمره ما يخلف، طبعا هيجي. ايوه صح، طبعا هيجي يا بابا. ثم انا سمعت ان باشمهندس عمر ده اسمه مصطفى. ايوه باشمهندس مصطفى عنده مشكله، وغير كده سمعت ان شركته كبيره وعنده شغل جامد يعني. ولد نعم، انت من دلوقتي هتنوع على جوز اختك؟ وهو من دلوقتي بقى جوز اخته؟ بنت ولا كلمه. اهو اهو باشمهندس عمر جه. بص بسرعه على جوز يا عم مصطفى. ايه بقى بسرعه بسرعه، مش عايز اخوفك خالص. افتح يا عبدو، افتح. عينيك في الارض، عينيك في الارض. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلوا. السلام عليكم. مين دول يا ماما؟ اخواتهم هم شبه بعض، هم ثلاثه هم يا بنتي. فين؟ طب بيبصوا لي كده ليه؟ كانهم اخوات زكي رستم في فيلم اين عمري. يا ساتر، حتى اخواته الامراء دول مش هيسلموا من لسانك ولا كلمه ما اسمعش صوتك. لا على فكره دي منشكحه شويه، انما دي مش حباني خالص، بتبص لي كاني لسه مسلمه لها فاتوره الكهرباء مثلا. اه انا عرفت النوعيه دي، عرفت القطعيه دي، دي لسه ما اتجوزتش وبتعتبر اي جوازه على وجه البسيطه اهانه شخصيه في حقها. فكرني بحد، فكرني بحد، بس مين؟ مش مركزه انا. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه.